أحقا فعلت هذا؟ ومن أنبأك؟ فأنت لا تنكر. لا، ولكن كيف عرفت به؟ نساء قدمنا من المدينة أخبرنني. نعم النساء. يا للنساء، إن كنت لا ترى فيهن خيرا فلما تقبل عليهن هذا الإقبال؟ ما سعيت لسكينة بنت الحسين بما تظنين. وبما غيره؟ أليست كباقي النساء؟ إن كان يغيظك هذا الموضوع فقد انصرفت عنه. بل انصرف عنك، أنت لم تنصرف عنه. قل لي كيف فعلتها؟ وما الغريب فيه؟ وتسأل؟ أنا عاتكة ابنة يزيد بن معاوية، وهي سكينة ابنة الحسين بن علي، كيف تجمع بينهما؟ قد كان هذا دون غيره هو ما دفعني. كيف؟ أريد أن أرأب الصلح بين المسلمين وأجمع أمرهم. على فراش الزواج؟ وقد تصادف أن تكون سكينة من أجمل بنات العرب. ترى لو لم تكن كذلك أكنت تسعى لرأب هذا الصدى؟ كفى يا عاتكة كفى، سمها نزوة، وقد صرفت الأمر عني برمته. قبل أن يصلك ردها؟ لم أكن أنتظره. بلى، لكنه لم يرجع به. أتدري لما؟ لقد فر من وجهك خوفا من بطشك به، وقد علم أن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين رأس بني أمية يرفض. عاتكة عاتكة عاتكة، كفى كفى يا عاتكة كفى كفى. فأنت لا تعرفني إذن؟ قد خرجت إلي من هذا العتم وما رأيتك من قبل. ألا تدلك عرافتك؟ لو جئتني بالنهار. العرافة لا تفرق بين الليل والنهار، وربما الليل كان أكثر جلاء للطوالع. فما تريد؟ أن تنبئني إن كان يطول عمري. ويحك أيها الرجل، تطلب مني ما هو فوق علمي ولا أبلغه. أجل، قد طلبت ما لا يطلب، فحدثني عن الدنيا لا عما وراءها، حدثني عن الكوفة والبصرة، ما يكون من أمرهما؟ يأتي رجل يمسك الأمر فيهما بالشدة والحزم، ثم يهجرهما. إلى أين؟ إلى مدينة جديدة يشيدها رجل يقال له كليب. ويسميها واسط ويتخذها. أنا كليب هذا؟ وبعد؟ يمتد سلطانه إلى أصقاع من الدنيا. خذ هذه، فوالله أعطيتني أضعافه. وما حاجتي إلى المال أيها الرجل؟ ألا ترى ما أنعم به؟ بلى، ولكن قل لي، إن انقضى أجل هذا الرجل الذي سميته، لا أسألك متى، بل أسألك من تراه يخلفه ويكون بعده بما هو له. قل. يتراءى لي رجل يسمونه يزيد. يزيد من؟ من يزيد؟ ليس غير ما أخبرتك به، فدعني. كثرة من الخلق تحمل هذا الاسم، فمن منهم؟
ما ترى لي غير ما أخبرتك، فدعني. دون أن تقول، ابحث في نفسك عمن يكون أهلا لهذا الذي تخشى منه فتسأله. يزيد، يترى لي يزيد بن المهلب، إنه يزيد بن المهلب. أجل، لما كتمته عنا؟ لم أكتمه، بل نسيته برمته. وها أنت تذكرينه. ما ذكرني بهذا الأمر إلا حديثكما الموصول عنه، فما عدت أسمع في هذه الديار غير حديثه. وما يهم إن كان مدحا أم ذما، فتذكرت فذكرت. لا يا هند، ليس الأمر هكذا، بل انتظرت أن تسمعي منا ما نقول فيه. وقد سمعت الكثير، فما تبينت بياضه من سواده. والله لا أرى فيه إلا سوادا. ابقي، فهذا أمر لا بد أن نواجهه. فإن كنت قد أمهلته إلى أن نحضر، فها قد حضرنا، ولا حجة لنا إلا أن ترفضي أنت. أمهلاني. السلام على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين مولاي عبد الملك بن مروان، أطال الله بقاءه، وعلى من معه السلام. وعليك السلام يا حجاج. وعليك السلام. ما كاد يصلك رسولنا بطلبنا؟ ما بلغني رسول يا مولاي، بل جئت مبادرا. خيرا فعلت، فقد أردناك لشأن نعول فيه عليك. يجدني حين يطلبني مولاي، ولكن ألا أبسط بين يديك ما جئت به يا مولاي؟ ألا تعرف أيها الثقفي أدب مجلس الخلفاء؟ يتكلم الخليفة فتسمع حتى يأذن لك. على هونك يا عمر، يبدو أن الحجاج قد حمل إلينا ما لا يؤجل سماعه. ما تصبرت أن أنقل إليك خبر قضائنا على الخوارج الأزارقة وقتل رأسهم قطريب للفجاءة. قد بلغنا هذا، فقد أرسل إلينا المهلب به. يا مولاي، ما كان للمهلب أن يفعل وقد وليتنا؟ أما كانت تلك حربه وذاك نصره؟ جئت بغير هذا يا مولاي، فقد قضي على الخوارج الشبيبية وقتلنا شبيب. إن هذه لبشرى والله، فقد أعياني شبيب هذا. ما كان لوالي العراقين أن يقوى عليه لولا نصرتك ومددك له يا أمير المؤمنين. وإني أقر بالفضل لصاحب الفضل مولاي الخليفة. هذا أنت يا حجاج، فإن عضت الحرب الضروس بنابها فعرضة نار الحرب مثلك أو مثلي. صدق أمير المؤمنين، فعرضة نار الحرب لمثلك أو مثلي. أخمدت فتن العراق يا حجاج، وقضيت على الخوارج، ولا أدري بماذا أكافئك. قد بلغت مكافأتي بما أجده عند مولاي الخليفة من الرضا، ولكن لي حديث إن أذن لي مولاي. نؤجله يا حجاج،
فوالله لا يحتمل نهارنا هذا بعد ما جئت به، فكيف بكله؟ تقيم أياما يكون لنا فيها ما شئت من حديث. خرج إلى الشام للقاء الخليفة، ولا أدري والله ما يكون بينهما. ما لنا ولهذا ولما ننشغل به؟ قل لي يا أبي، إن بادرك الحجاج بشأن هند؟ ما أدرانا أنه لم ينصرف عنه. لا أرى أن هذا الرجل يرجع عن أمر يريده وفيه غل. لا يؤخذ هذا الأمر هكذا يا يزيد، إنما قل أنت. يا أبي، في الحجاج هذا وضاعة، فقد رفعه الخليفة إلى ما هو عليه الآن، وهو يسعى إلى أن يستر وضاعته التي تحرق نفسه بالتقرب من ذوي النسب كي يعلو بهم. فهو لا يريد هندا لذاتها إذن، بل لمن تنتسب إليهم. فالأمر يسير إلا إذا كانت هند. يا أبي، ليس الأمر هكذا. فماذا غيره؟ أن يقحم الحجاج الخليفة عبد الملك فيه، وله عنده حظوة، فماذا يكون عندها منك أو مني؟ إنك تهول الأمر يا يزيد، بل كأني أراه. إن كنتما تتكلمان عني أخرج. بل تعالي يا مقلة العين، تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قل يا عمر، أقصد أيها الأمير، بما نفورك مني هذا وما بيننا يدعو إليه؟ أترى هذا؟ بل بيننا ما يدعو إلى أكثر من النفور. فما هو؟ إنك يا حجاج ظلوم غشوم حقود كذوب حسود لدود. أقر لك بثلاث وأنكر عليك اثنتين، فإني كما قلت حقود لدود حسود وأقر بها، لكنني ما كنت كذوبا وما كذبت قط، ولست بالغشوم، وإلا ما بلغت عند أمير المؤمنين هذه المنزلة. فإن تصر عليها فكأنما تسيء الظن بتقدير أمير المؤمنين. أهملت واحدة فلا اعترفت بها ولا أنكرتها. الظلم، لأن الظلم والعدل والشدة واللين والقسوة والرأفة كلها بنات ساعتها، فألبس لكل حال لبوسها. وإنك أكثرت من ظلم الناس وقسوت، فإلى متى تقتل الناس؟ إلى أن يقروا بالطاعة ويلتزمونها، وإلا فأقتلهم بعصيانها. أما غير ذلك فإنها فرية يفترون بها علي. والله ما كان افتراء الناس بأشد وطئا من افترائك على الناس. اسمع يا حجاج، إن الدماء التي تسفكها ستفيض بك يوما، فتحاصرك وتحصرك وتغرق فيها. عندها لن تجد من ينتشلك. أهلا بك يا حجاج. أهلا بك. أخليت المجلس كي أسمع منك وتسمعني، تفضل. ما بك يا حجاج؟ لقيت عمرو بن عبد العزيز في الباب، كان نافرا مني. أجل، نافر منك. سامحه الله، كان أبوه عبد العزيز يرحمه الله يبغضني، ولقد أورث عمر هذا ولا أدري له سببا. عمر بن عبد العزيز يرى أن الحكم يكون بالرأفة والعدل وحدهما، فما مر به ما يمر بنا، فدعنا من هذا. يا حجاج، قد حفظنا لك ما كان من أفعالك لتعزيز ملكنا، وإنك والله ممن يشتد بهم الساعد، وقد رأيت أن أمد ولايتك فأضم إليك خراسان وسجستان وكرمان واليمن وحضرموت والبحرين وطبرستان، وهذا كتابي بذلك. يا مولاي، دعني أتم. ولا أشترط عليك كيف تسير أمور هذه الولايات، فقد خبرتك. قد أكرمتني يا مولاي فوق ما أستحق. فاعمل على أن تستحق ما أكرمتك به. أجل يا أمير المؤمنين، واختر من بين من تعتد بهم رجالا تضعهم على تلك البلاد،
يرجعون إليك بشؤونهم فتكفيني هذه الأمور. وأرى أن تجعل على خراسان المهلة ابن أبي صفرة، فقد كان عليها وقد أحسن فيها مثل ما أحسن في حربه. ما بك؟ يا مولاي، لا أثق بالمهلب ولا بآل المهلب. ماذا؟ قد كان واليا لابن الزبير، وإن آل المهلب كانوا أشياع الزبيريين ولن يكونوا أوفياء لأمير المؤمنين. أخالفك الرأي، ولا أرى نقصا بآل المهلب في طاعتهم لابن الزبير، بل أراه وفاء منهم، وأن وفاءهم له يدعوهم إلى الوفاء لنا. الوفاء صفة محمودة يا حجاج. صدقت يا مولاي، صدقت، إنك على حق في هذا. نولي المهلب خراسان ولا تثقل عليه، وأدع لك غير خراسان تولي فيها من تشاء. يا مولاي، قد سمعت منك ما عزز الثقة بالمهلب، وإني أرى فيه ما يرى أمير المؤمنين، لكن فيه أمر. فما ذاك؟ إنه لا يرجع بشأن إلا إلى رأس القوم، فإن ترى فيه ولاء ووفاء لمولاي فما يكون منه لي وليس شأني كشأنك. نكسبه بالسياسة وبالمعاملة، وأقربه بغيرها أيضا. أفصح بأن يكرمني أمير المؤمنين فيبعث إليه مباركا خطبتي لابنته هند. كنت تؤلب وها أنت تريد أن تصاهر. فرابني رأي أمير المؤمنين من صواب كدت أجانبه. كنت على خطأ وكنت على صواب يا مولاي. سأبعث إلى المهلب مباركا زواجك بابنته، متى ترحل لأكتب له معك؟ يا مولاي، قد حملتني من فضلك ما أنوء به في رجوعي إلى العراق، ولكن لم تطلعني على ما طلبتني له. نرجئ هذا إلى أن ينعقد المجلس. لا أريد أن أتحدث بهذا الأمر إلى أن يكون أوانه. ولا يحسن أن نباغت به. فكيف نباغت؟ يا بنيتي، أنت لا تعرفين بعد شيئا مما يجري في مجالس الحكم. ولا أريد أن أعرف، ولست سلعة في تلك المجالس التي تذكرون، ولن أباغت بأمر يخص نيتي منها. ألا تفصحين وتخرجين ما في نفسك؟ ما حان أوانه بعد، فإن حان فربما تباغتان به لا بما يأتي من خارجه. إنها حدودنا الشرقية يا حجاج، وهي تقلقني. يا أمير المؤمنين، كنا في انشغال عنها بالفتن وإخمادها ومحاربة تلك الفئات الضالة، أما وقد استقر الأمر وتم النصر فلا نبقي خطرا يهدد إلا ونرده على أصحابه. وهذا ما أرجوه، وما وليتك الأمر إلا وأني على يقين من سعيك فيه واقتدارك عليه. أمر آخر يا مولاي. قل. قد استهانت بنا الأمم حين توقف الفتح، فظنوا بنا ضعفا وانكفاء. أكمل. في توقف الفتح يا مولاي همود وموات، وكأني أسمع ندهات ديار كثيرة تهيب بجيوش الفتح. ما سمعت خيرا من هذا. فإن يأذن لي أمير المؤمنين أن أعد وأسير. ما توقف الفتح إلا لضرورة، وما كان يهدد الدولة من أخطار في داخلها ويعصف باستقرارها وثباتها. وقد زالت تلك الأخطار يا مولاي بفضل الله ونصرته. فانظر في هذا يا ابن يوسف، فإن قدرت عليه فامضي فيه. ألا تقول شيئا في هذا يا عمر؟ يا أمير المؤمنين، قد كان الحجاج يوجه سخطه للعباد من أهل البلاد، فإن وجهه إلى أعدائنا كان خيرا. أيها الأمير، ما وجهت سخطا وأنزلته إلا على أعداء الخلافة وأهل الكيد لبني أمية، وإني على هذا. أجل يا حجاج، فأنت سيف بني أمية، فليبقى مشرعا. أيأذن لي مولاي الخليفة بالمسير بما حملني إياه من فضله وثقته ورضاه؟
وهذا كتابي إلى المهلب بن أبي صفرة. أحسن رعاية ابنته بما لأبيها من فضل. نفارق البصرة ونرتحل عنها، فما يبقينا؟ لا أخالفك في هذا الأمر، إنما نتمهل في أمر الرحيل. لما يا أبي لما؟ فهذا الحجاج قد استنفذ غرضه وأهمل أمرك، وهذا عبد الملك قد حربت له وعنه ونسيك. لا أظن أن عبد الملك يفعل هذا. إذن فالحجاج يحجبه عنك ويحجبك عنه. لهذا أرى أن نتمهل إلى أن يرجع الحجاج فينكشف ما وراء هذا الحجاب. أين هند؟ مكافئة على نفسها منذ أيام، فقل ما أراها، وإن رأيتها لا تتكلم. منذ قتل زوج هند في حروبنا في خراسان وأنا أحس أن لهند دينا في عنقي لم أوفيه. لا تتكلم في هذا ولا تكشف عما في نفسها منه. وهل كشفت هند عن مكنون نفسها في غيره؟ فكيف توفيه؟ أن لا تترك بلا زوج لما يعصف بها. عدت تلمح لهذا الأمر. في الحجاج عيوب جمة، لكني لا أرى فيه عيبا كزوج، وما ذكرته هند بسوء. سأذهب إليها. يا أبي دعها مع سحاب، فإن كان في نفسها شيء فلن تبوح به لنا بل لمثلها. غريب أمرنا يا ولدي، كنا زمنا منشغلين بالحرب والقتل، وما إن أغمدنا سيوفنا حتى باتت هذه الأمور شاغلنا. جئت في ذهابي إليك في الليل، وأنا آتي إليك في النهار. فإن كان كلامك يختلف بين ليل ونهار فبئس عرافتك. لست عرافا أيها الرجل، ما أنا إلا رجل قد اعتزل الدنيا واعتكف. تأتيه رؤيا فيهجس بها، قد يصيب قد يخيب. فما ترى فيه؟ هذا سؤال لا يسأل، فبأي شأن؟ قلت إن رجلاً يخلفني اسمه يزيد، أما ترى لك شيء غير هذا؟ أقول وأنسى وتسمع فتذكر. لا، ليس عندي غير هذا. فكيف تكون نهايتي؟ ما عرفت بدايتك وهي مقدور عليها، فكيف لي أن أعرف ما أنا بقادر عليه؟ ويحك ويحك إن كنت تكتم. وما يهمني من أمر أفصح أو أقتم. إنني أسألك وأريد أن أسمع. هل تطيق ما تسمع؟ إن كذبتني في أمر لرجعت إليك وهدمت هذه الصومعة عليك. على هونك أيها الرجل، إنما تهدد به
لا يزن عندي شيئا، إن قولي لا يقع بين صدق وكذب، بل بين كشف وتخفي، فإن انكشف قلت وإن تخفى صمت. فقل أنت رجل محب للقتل، تتشاهى سفك الدماء. حق، لا تقاطعني وقد سألت. تقتل جموعا وتقتل أفرادا، ويكون آخر من تقتل هو نفسه من يقتلك بعد موته. إن هذا والله من الهذر، يقتلني بعد موته. ليتك تحسن الإصغاء أيها الرجل، لكنت خيرا لما أنت فيه. إذن هيا فأخبرني، أخبرني عن هذا الشخص وصفته. لا علم لي بهذا ولا بتلك، إنما هو رجل تقربه فينفر منك، وتطلبه فيفر من وجهك، فإن حظيت به قتلته. والله إن هذا لغز، ولا أراك إلا هاديا. انصرف عني، فما أحببت دخولك علي. أتدري أيها الشيخ، لولا أنني أرى أن ملاك الموت صار قريبا منك محف بك، لعجلت لقاءك فيه بسيفي. ما خشيت رجلا قط من قبل، خشيتي من هذا الذي تركته يتأرجح بين فضلة حياة وجائحة الموت. وما أدري فيما صدقني وفيما كذبني. اللعنة عليه، سيبقيني على وجل بين هذا وذاك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريدك لحديث يا ابن جبير. فانتظر حتى أنهي هذا الدرس. مر زمن منذ لقائنا الأول يا ابن جبير، ومرت أحداث منذ لقائنا عند الحجاج. ليس بيننا ما يستدعي أن نلتقي، فأنا فيما تراني فيه وأنت. بلى يا ابن جبير، أحس أن بيننا وشيجة خفية يحرص كل منا ألا يكشف عنها. فما تلك؟ مقت كل منا للظلم يا ابن جبير. هذه صفة لا نختص بها، فهي في نفس كل من صلحت نفسه. ولا أدري ما الذي تومئ إليه، وإن كان بيننا ما يجمع فبيننا ما يفرق. ماذاك؟ اعتدادك بنفسك وخيلاؤك وتواضعي لله ولخلقه. إنما هذا لا تلمح إليه يا ابن الأشعث، فإني أعرفه، إني من الموالي، وأنك من سلالة الملوك ورؤوس القوم. لكن ذاك كان في جاهلية قد انقضت وذهبت بما كان فيها،
والإسلام لا يفرق. بلى يا ابن جبير، أما منعت من القضاء وأنت كما قلت وأنت خير من يصلح له؟ لم أنفذ إلى مقصدك بعد. قد كثرت الشكوى من ظلم الحجاج يا ابن جبير. وما كان في الحجاج أقل ظلما، فمن يرفعه؟ لن ينتظر الناس طويلا هذا الظلم وسينهضون لحربه، فيحتاجون إلى من يكون على رأسهم. أليس هذا ما ترمي إليه؟ ولا أريده لنفسي، بل لمن يصلح له. ولا يصلح له غيرك فيما ترى. اسمع يا ابن الأشعث، إنني أوافقك على بعض ما قلت من ظلم الحجاج، ومع اعتزالي هذا الركن في بيت الله إلا إحساسا به، ولكنني سمعت الحجاج يقول لك أمامي إنه يدخرك لأمر إن نلته رضيت به. قد كان حديث مسامرة. وإن تحقق لك، أيكون بعدها في نفسك شيء من هذا الذي تتحدث به؟ قد انحرفت بالحديث يا ابن جبير، وما جئتك لأسمع منك هذا، بل لتسمع ما يطيب لك سماعه. فأقوله إذن، ألست أنت من يقول ما رأيت قط أميرا فوقي إلا وظننت بأنني أحق بإمارته منه؟ فأنت لا ترى سلطانا لأحد عليك، وليس كل الناس مثلك. ما رأيت منك انشراحا كما رأيت عندما كان الحجاج يتحدث عن الفتح. قد وضعت الأمر بيد الحجاج ومددت بولايته حتى تكاد لا تحصل، وإننا ننتظر ما يكون منه. هو رجل يعتمد عليه، والجلدة ما بين عينيه. قد عرفت ما كان منك في خراسان، ومبلغ حبك لتلك الديار وحب أهلها لك، وقد ألجأتنا الضرورة أن نبعدك عما تحب، فأبليت خير البلاء. وإن أمير المؤمنين وأنا من ورائه نقدر لك هذا. وقد أنعم علي أمير المؤمنين بأن ضم إلى ولاية العراق خراسان وغيرها من أصقاع الأرض، فسعيت عنده أن نثبتك عاملا على خراسان، فوافقني أطال الله بقاءه. فما ترى في هذا؟ خدمة المسلمين وخدمة الدولة غاية ما أرجو، وأن خراسان أحب إلي من غيرها. فعلى بركة الله وبمشيئته. وأنت يا يزيد، ألا تطمح إلى ولاية أوليك إياها؟ بل أرى أن أسير مع أبي المهلب إلى خراسان. قد ذكرت مسيرك وأباك إلى خراسان، وما ذكرت أختك هند. ذكرت من عرضت عليهم الولاية وما عرضتها على هند. بل عندي خير من هذا أعرضه. كان يزيد ممازحا. وإني لجاد. وماذاك؟ هذا الكتاب من أمير المؤمنين قد خصك به. بأي شأن؟ الشأن في باطنه، فاقرأه. كأني بأمير المؤمنين يخطب لك هندا أيها الأمير. يكرمني ويكرمكم. فما ترى في هذا؟ ما
نسأل صاحبة الشأن في زواجها. أجل، صاحبة الشأن، وأتمنى أن تشهدا قبل سيركما إلى خراسان. إذن لي. توقف. هند، كنا نتحدث بشأنك. وكأنه من شؤون المجالس. أجل، وهذا الكتاب. يزيد، أتخطبني بكتاب من الخليفة يا حجاج؟ هذا لرفعة شأنك يا ابنة المؤلاء. لا يرفع شأني أو يخفضه كتاب. أم أنك خشيت ردي؟ أتجزع لرفض امرأة؟ ما هذا الحديث يا هند؟ دعني يا أبي، فما هذه بمعركة فيها كر وفر؟ خذ أيها الأمير، مزق هذا الكتاب. أيمزق كتاب أمير المؤمنين؟ أما هو بشأني؟ فمزقه أمامي كأنه لم يكن. أهو تردد بشأن الكتاب أم بشأني؟ الآن تخطبني من أبي المهلب وتنتظر ردي. كنت قد حدثتني عن المسجد الجامع لبيت المقدس، وما عدت إلى هذا الحديث. ما غفلت عنه وما نسيته وما أسقطته بيني وبين نفسي، ولكن شغلنا عنه ما كان. أما وقد تم لنا بحمد الله ما كنا نطمح إليه من توحيد الدولة الإسلامية واستكمال استقرارها، فإنني أدعوك يا وليد لأن تعود إلى ما كنت تتشوق إليه. سأفعل. أما رأيت أن يكون للشام حاضرتنا مسجدها الجامع أيضا يا وليد؟ وهذا ما زال قائما في نفسي يا أبي. وأيهما ستبدأ به؟ سأدع هذا لك. وما تقول في ذلك يا يزيد؟ قلت لك يا أبي، أحب لهند أن تكون ذات زوج، ولكن ليس الحجاج ابن يوسف. اسمع يا بني، ما كان لامرأة في العرب ما كان من اهتمام أمير المؤمنين بأمرها. يا أبتي، ما اهتم لأمرها، بل اهتم لأمر وليه وصفيه. أرى أن اهتمامكما بأمر الخليفة فوق اهتمامكما بأمري. لا يا هند، ولكن دخل هذا على ذاك، وما كنا نريد له أن يكون. فأراده الحجاج. اسمع يا أبي، قد تحدثت معكما في هذا الشأن، لكنني والله تحدثت مع نفسي حديثا موصولا فيه، ولا أكتم أن نفسي كانت تنشطر فيعذبني انشطارها. أعرف يا هند، فما عرف الحجاج امرؤ إلا احتار فيه. ما عرفت أنا هذه الحيرة في أمره. كفى يا يزيد، ودع هند تتكلم في شأنها. قد وزنت ما ينفر عامة الناس من الحجاج، ولست في هذا الشأن الذي يخصني من عامتهم وما يقربه بميزان. فما الذي رجح عندك؟ قل لي يا أبي، أكان يجرؤ الحجاج أو يقبل أن يمزق كتابا لعبد الملك بن مروان أو ينسى كلمة منه؟ لا، وقد فعل لأمر غلبه على كل ما في نفسه عداه. هند، هل أدرك من هذا أنك؟ أجل، قد أسفت أنه جعل الخليفة واسطة بيننا وبينه،
فإن نسيت هذا الأمر وأسقطته فأني قابلة به. يزيد، أعرف ما ستقولين. لا، فاسمع، لو لم تدخل خراسان في ولاية الحجاج وتقولين أنا لا شأن لزواجك بمجالس الحكم، بل له كل الشأن بأبي المهلب وبك يا يزيد. قد أرغمته على تمزيق كتاب الخليفة لأختبره في شأني، لكن كتاب الخليفة لا يمزق ولا ينساه لا الحجاج ولا عبد الملك في شأنكما، فارفق بي من هذا العذاب. اجلس يا ابن الأشعث، لقد أطلت عليك. كان ذاك حديثا لعامة الناس، أما لخاصتهم حديث آخر، لهذا أفردتك، فأنت من الخاصة. لما طلبتني أيها الأمير؟ أما قلت لك من قبل إني أدخرك ليوم آت؟ وقد استطال الزمن على ذلك اليوم. وقد حل. اسمع يا عبد الرحمن، قد علمت أن أمير المؤمنين قد ضم إلي خراسان وسجستان وغيرهما. علمت. أما خراسان فلقد أراد أمير المؤمنين أن يكون عليها المهلب، ولو كان الأمر لي لاخترتك لهذا، لكني احتفظت لك بولاية أخرى هي سجستان، وقد باركها أمير المؤمنين. أيها الأمير، لا تقل شيئا، فإن قبلت ففي الصمت قبول، وإن كنت ترفض فاكتم، لا أطيق أن أسمع هذا. أيها الأمير، كيف تتبين قبولي من رفضي إن كان السكوت في كليهما؟ بالفراسة يا ابن الأشعث، بالفراسة. فإني أقبل. هذا ما حسبته، لكني أحذرك من غلواء نفسك. ماذا تقصد أيها الأمير؟ ألست أنت من يتيه في الأرض ويقول ما رأيت أميرا فوق قط إلا وظننت أني أحق منه بإمارته؟ فاعلم أني أمير فوقك، ولا يحق لك إلا ما أعطيك، فلا تنازعني. أما بشأن شاسستان فهذا كتاب أمير المؤمنين لي، أما بعد فقد علمت بمصاب المسلمين بسجستان، فأولئك قوم كتب القتل عليهم، وما أردت أن يأتيك فيه رأيي من توجيه الجند إلى ذلك الموضع الذي يضام فيه المسلمون، فإن رأيي أن تمضي برأيك راشدا موفقا، وهذا رأيي قد علمته أيضا. ما رأيك أنت؟ قد رأى هذا من هو فوقك أيها الأمير، وإن كنت فوقي فلا يضيرني الأمر ما دمت تسيرني لنصرة المسلمين وكسر شوكة المشركين، فأذن لي أيها الأمير. أجل، اذهب وتجهز. يا لخيلائه ويا لمشيه المقيت، والله لهممت أن أضرب عنقه، فما رأيته قط ماشيا أو راكبا إلا أحببت قتله.